أعزائي المشاهدين، برحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج سفرتنا، معكم إيهاب بن رجب. إن شاء الله اليوم حقدم لكم ثلاث وصفات. أول وصفة حتكون عندي طبق المقبلات، حيكون عندي البيض الملبس. ثاني وصفة طبق رئيسي حيكون عندي رز المكرمل مع الدجاج. أما الحلو حيكون عندي محلبية اللوز، حتكون وصفات رائعة بإذن الله. نتعرفوا مع بعض على أول وصفة اللي هي البيض الملبس، نشوفوا مع بعض المكونات. نحتاج إلى البيض الملبس، 10 حبات من البيض، 1 كيلو من اللحم المفروم، ربع بصلة، ربع كوب معدنوس، ملعقة كبيرة ملح، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة فلفل أحمر، ملعقة صغيرة بزار، ملعقة صغيرة قرفة، ملعقة صغيرة معجون طماطم. للتغليف نحتاج إلى 4 حبات من البيض، كوب دقيق، كوب خبزة مرحية، ربع كوب نشا، ملح وفلفل أسود، وملعقة حوالي من البصل البودرة، وزيت للقليب. عندنا هنا مشاهدين الكرام 1 كيلو من اللحم المفروم، يفضل يكون ما فيش نسبة دهن عالية. أنا حناخد اللحم المفروم عندي، حنحطه في محضرة الطعام. حنزل الكيلو من اللحم المفروم بالشكل هذا، من مجرد ما نزلت أنا هنا اللحم المفروم عندي، حنحط عليهم ربع بصلة بالشكل هذا، ربع بصلة كبيرة، وربع كوب من المعدنوس. وكل المكونات اللي حطيتها في الفود بروسيسور أو المحضرة الطعام حنفرمهم مع بعضهم. خليني ندخل المعدنوس جهة الشفرات عندي بالشكل هو، بس يسرع عملية الخلط. ولا عندي الخليط هنا، زيتم شايفين ناعم عندي بالشكل هذا. تو كل حنحتاجه حنجيب بولة، وقبل ما نحط الخليط هوا حنحط تشكيلة البهارات اللي عندي. عندي ملعقة صغيرة من معجون الطماطم حنحطها بالشكل هذا، وعندي الملح، وعندي الفلفل الأسود، عندي القرفة، وعندي الفلفل الأحمر والبزار. حنخلط المكونات مع بعضهم، بعدين حنحطهم في البولة.
أنا هنا خلطت المكونات كلها مع بعضها، حنحطها في البولة بالشكل هذا. ولت عندي زي العجينة، نكون أنا ضربتهم كويس. تو هنا خليني نبي ناخد العجينة هي اللي ضربناها مع بعضنا زي ما انتم شايفين. عندي هنا العجينة، حناخد كمية من العجينة ولد عندي عجينة ناعمة، حناخد حوالي كورة، بعدين نوزعها بهذا الشكل على ايدي. حناخد البيض اللي انا طابخة من قبل لمدة حوالي 8 دقائق، بعد ما المية مغلت نزلت الدحي خليتها حوالي 8 دقائق، نحيتهم خليتهم لين يبردوا تماما وقشرتهم. حنحط قطعة البيضة بالشكل هذا وحنسكر عليها اللحم. ونحاول اننا نعطيها شكل كورة. ونتأكد ان اللحم عندي هنا متسكر كويس. وحنحط اول قطعة. حنجي لي تاني واحدة، حناخد كمية من خليط اللحم عندي هنا. حنفتحها بهذا الشكل. حناخد قطعة من البيض حنحطها بالشكل هذا وحنسكر عليهم. طبعا يفضل البيض يكون صغير في الحجم، انا ما ننسوش عندنا كمية اللحم بعدين، وبنغلفوها بس يجي حجمها مناسب. لكل شخص ممكن تكفيه واحدة على مائدة الافطار، حتكون نوع رائع جدا من المقبلات. حناخد قطعة تانية هنا. يعني العملية سهلة وبسيطة ومش محتاجة أي جهد. ممكن بكل بساطة حناخد عندي الخليط اللي درناه بتاع اللحم، توزيعة بسيطة بالشكل هذا. بعدين ناخد قطعة البيض حنحطها في النص ونعود نسكر عليها بالشكل اللطيف هذا. ونخليها على شكل كرة. بعد ما نكون انا جهزت كل الكمية، حنجيب هنا عندي البيض. بالنسبة للبيض حنحط عليه شوية فلفل اسود، وحنحط عليه بصل بودرة، وحنحط عليه الملح، وحنخلط كل المكونات هي مع البيض. خلينا نولع على الزيت عندي. بعد ما خلطنا هنا البيض مع تشكيلة البهارات حنخليهم على جنب. بعدين عندي الخبزة المرحية، حوالي كوب من الخبزة المرحية، حنحط عليهم ربع كوب من النشا. نفس الفكرة، حناخد الخبزة المرحية حنخلطها مع النشا. النشا حيعطيني قرمشة، والميزة متاع انه ممكن نقليهم انا مع العصر، ووقت مائدة الافطار حيكون عندي مجرد حتى من سخنة حتكون محافظة على نفس القرمشة متاعها. بعد ما حركت النشا هنا مع الخبز المرحية، حنجيب الدقيق.
الخطوات سهلة وبسيطة. بعد ما حطيت أنا هنا الدقيق عندي من غير أي تعب، كل أول خطوة حناخد الكورة هي حنغلفها كويس في الدقيق، بعدين في البيض نتأكد إنها تغلفت كويس بالبيض، بعدين حنحطها في الخليط تاع الخبز المرحية ونشي، وبالإيد الثانية حنحط عليها الخبز المرحية ونخليها على جنب. حنعود واحدة ثانية قدامكم، حناخد الكورة حنحطها في الدقيق، دقيق عادي، بعدين حنحطها في خليط البيض مع البهارات. البهارات مهمة جدا في البيض باش تنحي لي الزفرة. بعدين بكل بساطة حنحطهم في خليط الخبز المرحية، وبالإيد الثانية لأن هنا ولت عندي لزجة بالبيض فتكون إيد مخصصة فقط للخبز المرحية، حنغلفها بالشكل هذا الخبز المرحية. حنكمل الكمية عندي كلها بس بعدها نقلوها مع بعضنا. أنا طبعا كورت هنا مشاهدين الكرام الكمية كلها وغلفتهم في الدقيق، تو مجرد ما نغلفهم في البيض المبهر بعدين نحط لهم الخبز بالإيد الثانية بالشكل هذا. الخبز ونشاه طبعا، بعدين حناخدهم هناخدهم الأولاد حنحطهم في زيت يكون سخون الزيت لازم، الشكل اللطيف هو حنحط القطع عندي. يعني طريقة سهلة وبسيطة ومش محتاجة أي جهد. طبعا اول ما نحطوها ما نحركوهاش باش ما تتفتتش مني، نحط اخر واحدة بعدين في البيض المبهر بعدين في الخبز. خليني توا نحي أموال مش هنحتاجهم، كذلك الجلافز. طبعا ممكن احنا مشاهدين الكرام حنجيب نعطيها قلبة بسيطة للقطع اللي قليناهم، ممكن هنا حنحط الكمية الثانية وحنستنى عليهم لين يطيبوا، ما ياخدوش وقت هلبة، نقلوهم على نار هادية بس الحم الداخل يطيب وفي نفس الوقت ما يتنحرقش من برا وتقعد من الداخل نية، لأن ما ننسوش إن الحم أو خليط الكفتة اللي درناها ني.
روايح طبعا مش قادر نحكي لكم على روايح الرائعة اللي طلعت من البيض. طبعا هنا خليني نجيز هيك نقلبه شوية نشوفه الأخبار كيف عندي. في بعض من القطع استوت فخليني الناحية الأول هذه مجال شوية هنحط القطع كلها عندي مع بعضها لين تبدأ الطيب. هنستنوا مشاهدين الكرام لين طيب كل الكمية اللي عندي. وصفة سهلة وبسيطة زي ما انتم شايفين عندنا هنا. انتم شايفين عندي قطعة البيض كيف ولت بالشكل اللطيف هو. ما بين ما الطيب عندي الكمية كلها مع بعضها حنقدموها بس بعدها نبدأ في الطبق الرئيسي اللي هو الرز المكرمل. في قطعة هنا استوت عندي خلينا نجيب الصحون بتاع التقديم اللي هنقدم فيهم الوصفة. هنحط الصحون عندي بالشكل هذا. طبعا اكيد عندكم الحرية التامة في التزيين. انا ممكن حناخد شوية معدنوس نحط المعدنوس هنوزع بالشكل هذا. هناخد القطع البيض عندي عندي ممكن سكين افضل
ممكن ما خلاص ولو جاهزين. تمام خلينا ننحي الطاوة عندي بشكل هو ونطفي عليهم حتى نبدو في تزيين الطبق. أول خطوة هناخدها هناخد قطع البيض عندي، هناخد ممكن كل واحدة هنقصها بالشكل هذا. ممكن ننيومك بالشكل هو تطلع لطيفة أكتر. خلينا ناخذ القطعة الثانية. وهذه كانت وصفتي الأولى اللي هي البيض الملبس. خلينا نمسح الكاونتر عندنا هنا. هذه كانت الوصفة الأولى عندي مشاهدين الكرام اللي هو البيض الملبس. إن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم ونالت رضاكم. نمشوا لفاصل قصير بس بعدها نرجع نكمل مع بعض بقية وصفاتنا. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين باش نكمل مع بعض الطبق الرئيسي اللي هو الرز المكرمل مع الدجاج. نتعرف مع بعض على المكونات. الرز المكرمل نحتاج إلى 1 كيلو من رز البسمتي، 4 ملاعق كبيرة من السمن، 3 ملعقة كبيرة من السكر، 1 كيلو صدر دجاج، 1 بصل جوانح، 3 قرن فلفل أخضر، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة من القرفة، ملعقة صغيرة فلفل حار، 2 مكعب مرق دجاج. للزينة نحتاج لمكسرات ومعدنوس. طبعا وصفتنا مشاهدين الكرام سهلة وبسيطة. طبعا بتقولوا لي السكر إيهاب، سكر في الرز بلك أنت مخربط. لا، هو فعلا الوصفة هي فيها سكر ولكن مش هتحسوا به نهائيا. بتاتا مش تحسوا بالسكر، ولكن السكر مهم. انا عندي حوالي 3 ملعقة كبيرة من السكر. كل حنحتاجها حناخد التنجرة اللي حنطبخ فيها الرز زي ما انتم شايفين مشاهدين الكرام، حنحط فيها حوالي 3 ملاعق كبيرة من السكر، حنوزعهم بالشكل هذا وحنخليهم لين يبدو كراميل. بعدين انا عندي هنا طاوة تانية اللي حنشوح فيها الدجاج. حناخد أول شيء حوالي 3
أربع ملاعق كبيرة من السمن الحيواني. حناخد الملعقة الأولى، الملعقة الثانية، طبعا ممكن تستخدموا زيت بدل السمن، ولكن في وصفتنا اليوم حيعطي السمن طعم لطيف جدا، فنتمنى انكم انتم تستخدموا السمن. بعد ما هنا ما دوبت السمن عندي، حناخذ البصل الجوانح وحنشوحهم في السمن. لين البصل عندي يدبل مع رشة الملح، حنحرك البصل وعيني على السكر لين يبدالي كراميل. حنخليه هنا على النار لين يتحول لكراميل، وفي الأثناء هي أنا قاعد نقلب في البصل عندنا هنا، مسح الكاونتر بالشكل هذا. بعد ما هيك حسيت ان البصل بدا يدبل وهيك ياخذ اللون اللطيف مع السمن، طبعا لازم يكون السمن نوع كويس باش الوصفه تعطينا طعم رائع. بعدين حننزل عليهم الدجاج، عندي صدر الدجاج ونكون قاصة الشرايط. هنحرك الصدر الدجاج مع البصل والسمن. أنا السكر بدي عندي هنا يدوب، هنقلبه بالشكل هذا لين يبدأ عندي كراميل بني. الرز المكرمل حيكون حيبهر مائدة الإفطار لأنها وصفة رائعة جدا، والأهم من هيك إنها وصفة من نوع جديد وطعمها مميز، وزي ما قلت لكم مش هتحسوا أبدا بالسكر في الوصفة، فياريت تكون عندكم الجرأة وتجربوا الوصفة هي. هنقلب أنا هنا الدجاج لين ياخذ لي اللون اللطيف مع البصل. السكر هنا بدا عندي يدوب او يتحول لكراميل. انا هنا على الدجاج حندير مجموعة من البهارات زي ما اتفقنا. عندي انا هنا القرفة، حناخذ جزء من القرفة، مش الوصفة مش الكمية كلها، حناخذ جزء بسيط حنحطه على الدجاج والجزء الثاني حنحطه مع الرز. تمام، حنقلب القرفة مع الدجاج. كذلك الفلفل الأسود. توا هنا مشاهدين الكرام السكر تحول لكراميل، ياريت الكاميرا تصور لي كيف السكر ولا عندي تحول لكراميل 100%. توا هنا كل حنحتاجها حننزل عليهم المرقة الدجاج على السكر وحردهم على النار لين هيك، ممكن ناخذ ملعقة تانية لين المرقة الدجاج تدوب لي مع السكر أو مع الكراميل بالأحرى. بعد ما مرقة الدجاج هيك دابت مع الكراميل وتجانست بالشكل هوا، هنا حنزل عليهم لترة من المية. بالشكل هوا نزلت انا هنا على الدجاج، عفوا على مرقة الدجاج والكراميل حوالي لتر من المية، وحنقلبهم
حنقلب توانا هنا المرقة الدجاج مع الكراميل، حنضيف عليهم شوية قرفة باش تجي تعطيني لون أكتر. ونحتاج لشوية فلفل أسود، وأنا هنا قاعد نشوح في الدجاج مع البهارات والسمن. عندي هنا فلفل أخضر حار حنحطه معهم باش ياخذ حتوى تشويحة. ما بين ما يزيد الدجاج عندي يستوي وكذلك المية توصل لدرجة الغليان، حنمشي لبريك بسيط باش بعدها نرجع نكمل مع بعض بقية خطواتنا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، انا الدجاج عندي هنا طاب والمية وصلت لدرجة الغليان. حناخذ الرز، انا عندي رز بسمتي كيلو، اغسلته كويس وخليته منقوع. وقت ما بنصبه صفيته من المية وحنصبه مباشرة. حنزل الرز البسمتي بالشكل هذا، تكون المية طبعا تغلي. مجرد ما نزلت انا هنا الرز البسمتي عندي، توا كل حنحتاجها خليني نقرب الرز عندي انا هنا. بعد ما صبيت الرز البسمتي عندي، حناخد الدجاج مع السمن مع كل التشويحة اللي درناها اللطيفة هي، حنزلها على الرز بالشكل هذا. وما تنسوش ان انا عندي كمية سمن، فهو حيكون الدهن اللي حيخش في الرز باش يجيني حبة حبة ما يلصقش في بعضها. بعد ما صبيت انا هنا الدجاج عندي والبصل والفلفل وكل التشويحة اللي ضفناها هي توا هنا، هي اختيارية، أنا مش حاطها في الوصفة، هذا الشيء يرجع لكم، لأن زي ما بتعرفوا أن مش كل حد يحب الزبيب، فأنا ما بقتش نديرها في الوصفة تعمدا، لأن أنا حتى في العيلة مش كل أفراد الأسرة يتناولوا في الزبيب، ولكن لو تحبوا زبيب ممكن ناخذوا حوالي كوب من الزبيب. وفي المرحلة هي مشاهدينا الكرام حنزل الزبيب عندي، طبعا الزبيب مش منقوع مش أي شيء، مجرد ما أنا واخده زي ما هو حنحطه على الرز، يعني ما هوش مقلي ما هوش أي شيء. حنجيب الغطا، هو حناخد جزء من المكسرات مش الكمية كلها، حناخد جزء من المكسرات وحنحطها بالشكل هذا. وحنغطيهم وحنخليهم لمدة 20 دقيقة، من 20 ل 25 لين يطيب عندي، وبعدها حنرجع لكم باش نقدمه مع بعض. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، طبعا الرز عندي استوى 100% وطاب ولا طعمه رائع جدا. طفيت عليه وخليته هيك لمدة حوالي 5 دقائق لين هيك الرز شرب كل النكهات. دائما من الأسرار الرز بعد ما يستوي أكبر خطأ نحن فورا نغرفوه، لأنه بيكون الرز قاعد طري شوية حيتكسر مني، خصوصا رز البسمتي نتكلم أنا. لازم الرز عندي يبرد، مش إنه يبرد، يهدأ شوية لمدة 5 دقائق 3 دقائق وبعدها ممكن نغرفوه بكل بساطة. أنا حنجيب حبات الرز الثري اللي هو تكون حبة حبة، حناخدهم بالشكل هذا، حنبدأ نغرف. ما شاء الله يعني زي ما شايفين الرز عندي هنا كيف متوزع، يعني الرز هذا بجديات طعمه فوق من الخيال. نتمنى فعلا انكم تجربوا الوصفة لأن حتملأ المائدة حتبهر أفراد الأسرة بالطعم.
مش حيكتشفوا ابدا ان فيه رز سكر، ولكن حيكون طعمه رائع جدا ووصفه جديده علينا احنا. حتى يعني في المطاعم مش حتلقوا الرز هذا، لان رز يعني زي ما نقولوا فيه كريم بالنكهات وكريم في الطعم. ممكن بدل الدجاج تديروا كبدة مفروم، شيء يرجع لكم زي ما تحبوا. ويعني الزبيب هنا ولا عندي رطب كأنه مقلي بالضبط ومنقع، يعني تفخذ حبات الزبيب. حناخذ الرز عندي بالشكل هذا، حنوزع توزيعة لطيفة هي. طبعا ريحة السمن ما شاء الله كيف عاطية للرز طعم خيالي للوصفة. يعني توا انا الحق مستخدم يعني السمن مستورد ولكن نوع كويس. حنوزع الرز عندي بالشكل هذا. ناخذك شويه من الزبيب. بالنسبه للزينه هناخد شوية مكسرات. هنوزعهم عليه. وممكن ناخد هيكي شوية معدنوس. هنمسك أوراق المعدنوس بالشكل هذا. حطاتي لون رائع للرز. خلينا نمسح الكاونتر عندي هنا. وهذه كانت طبق الرئيسي عندي اللي هو الرز المكرمل بالدجاج. ان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم ونالت رضاكم. نمشوا لفاصل قصير بس بعد نرجع نكمل مع بعض اخر وصفة عندنا اللي هي محلبية اللوز. بريك وراجعين. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين بس نكمل مع بعض الوصفة الاخيرة اللي هو الحلو اللي هو محلبية اللوز. نشوف مع بعض المكونات. للمحلبية نحتاج الى 1 لتر من الحليب، نصف كوب حليب بودرة، 4 ملاعق كبيرة نشا، نصف كوب سكر، 2 ملاعق كبيرة زهر، وكوب من اللوز المهروش. طبعا وصفة المحلبية وصفة سهلة وبسيطة. أول حاجة حناخد الحليب البودرة حنحط عليهم نشا، ونحط السكر، حطينا هنا السكر ونشا. حننزل عليهم 1 لتر من الحليب، طبعا كله على البارد مشاهدينا الكرام. حنقلبهم مع بعضهم لين كل المكونات عندي تدوب كويس وتتجانس. اهم شيء اني تكون كل شيء مسقع على البارد، ما فيش اي حاجه سخونه باش الشاي عندي ما يطوبش. حنستمر في التقليب. حنستمر في التقليب لين توصل لدرجه الغليان وحبات الشاي عندي تختر، يعني المحلبيه ولد جاهزه. في البداية بس نحركها بالمضرب هو، بعد ما نتأكد ان كل شيء داب بعدين ممكن ننحي الوسك. ممكن نستخدم هنا سباتشولا ونبدأ نحرك في المحلبية عندي. طبعا المحلبية تعتبر من الحلويات اليومية، لازم تكون متواجدة في مائدة رمضان خصوصا في السحور أو ممكن بعد صلاة التراويح
تكون وجبة لطيفة جدا مع أفراد العائلة والأقارب والجيران، فتكون وصفة رائعة جدا أن يتلموا عليها. طبعا المحلبية ما توقفش إيدي من على التحريك، نقعد نحركه باستمرار باش ما تطوبش مني. من اول ما بدت تدفى هنا نعرف ان المحلبية على وشك انها تولي جاهزة. مش محتاجة جهد كبير، ممكن نطلع المغرف عندي انا هنحتاجها، لكن خليني نتأكد ان المحلبية عندي بادية تغلي. هنستمر بهذا الشكل. طبعا هنا ممكن لو تحبوا مثلا نضيفوا حتى شوكولات، ممكن تقدم حلبية بالشوكولاتة أيضا لطيف، ولكن اليوم أعطيتكم من الأساس القاعدة متاع صنع المحلبية، وهذه هنا وصفتي الأساسية متاع المحلبية، وبعدها ممكن أنتم هنا تضيفوا أي نكهات أنتم تحبوها. أنا هنا بدت ترزن شوية شوية، نستمر في التقليب. أول ما تغلي المحلبية يعني طابت. تمام، هنا عندي هنا المحلبية ولت جاهزة. طب ممكن هنا بواسطة المضرب حنعطيها ضربة خفيفة. حنغرف المحلبية عندي. توا حنجيب القوالب حنشتغل عليهم. حنحط المحلبية، ولكن لحظة، أنا قبل ما نحط القوالب حنحط شوية زهر وحنقلبهم. الزهر هنا حيفوح المحلبية عندي. بعد ما حطينا الزهر توا نكمل الغرف بالشكل هذا. ممكن نجيب الصحن الثاني عندي. طبعا الكمية هي تدير من 4 لـ5 صواني من المحلبية، ولكن زي ما نقول محلبية يعني دسمة، يعني محلبية حقيقية، يعني حسوها في قوامها كيف كريمي ومش مطوبة معاي. والحليب البودرة هنا بيعطيها طعم لطيف، يعني حليب النيدو لما نضيفوه للمحلبية بيعطيها طعم لطيف على الآخر. تو هنا بعد ما غرفنا هيك، ممكن نزود لك شوية من هنا، بعد ما غرفنا توا المحلبية عندي، خليني أحاول إن أنا نهزها باش تاخذ لي شكل. هي تخش للثلاجة، كل ما قعدت في الثلاجة كل ما أعطتني طعم لطيف. يعني ممكن المحلبية نديروها مع العصر أو حتى مع الظهر ونخلوها في الثلاجة، ولكن أهم شيء لما نحطوها في الثلاجة نغلفوها بسلفر نايلو باش ما تاخذليش أي روايح من الثلاجة. وللزينة ممكن ناخذ شوية لوز مهروش بالشكل هذا. وهذه وصفتي الحلو عندي ولا جاهز. هذا الحلو عندي اللي هو محلبية اللوز. ممكن أعطيك مسحة بسيطة.
وهذه وصفتي الحلو اللي هو حلبية اللوز عندي أنا. طعمها رائع جداً، وصفة سهلة وبسيطة، وأعتقد إنها حتعجب الكل. خلينا نشوف مع بعض المكونات اللي حضرناها أو الوصفات اللي حضرناها لحلقتنا اليوم. أول وصفة حضرتها معكم أعزائي المشاهدين اللي هو البيض الملبس. طبعاً وصفة شهية جداً، نوع من المقبلات لطيف وسهل وبسيط. أما الوصفة الثانية اللي هي الطبق الرئيسي اللي حضرناه لحلقتنا اليوم اللي هو الرز المكرمل أو الرز المكرمل بالدجاج. وصفة رائعة جدا وسهلة وأيضا وصفة بسيطة. أما الحلو حضرنا مع بعض اللي هو حلبية اللوز. إن شاء الله تكونوا مشاهدين الكرام انبسطتوا في حلقتنا اليوم زي ما أنا انبسطت معكم. نشوفوكم على خير تلاقي في حلقات جديدة مميزة من برنامج سفرتنا معكم إيهاب بن رجب. نتلاقوا على خير الله إن شاء الله. Huh?